مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير، احييكم من هنا من ارضيه ميدان الهباب مع انطلاقه اول اشواط لابناء اول اشواط الخاص بفئه الصعوب لابناء الهباب من مسافه الألف اول 500 متر على البركه. اذا نبدا باول المراكز، موارة على المركز الاول تتواجد مع المركز الاول متابعينا الاعزاء هنا على المقدمه وعلى الصداره تتواجد هملوله محمد بن سعيد بن سليم الاشتبي من ياتينا باول المراكز، بينما المركز الثاني فالتواجد مع ثمينه علي بن راشد بن مرخان من يتواجد بثاني المراكز بشعاره المميز. المركز الثالث مواريه عبيد بن سلطان بن علي الاشتبي من ياتينا بثالث المراكز. هكذا هي النتيجه للثلاثه المراكز الأولى المتقدمة، ولكن العودة مع هملولة مع المركز الأول في هذه الأمسية، في هذه الشارة الكبيرة، في هذا التحدي الجميل. تسيطر هملولة مع المركز الأول بشعار محمد بن سعيد بن سليم الاشتبي. يلا يا بن سليم، يلا يا بن سليم، ما يستسلم ما يستسلم. يا سلام مع المركز الأول، خذ السلام يا بن سليم، خذ السلام يا بن سليم. المركز الثاني مع بن مرخان علي بن راشد بن مرخان مع ثمينة، ولكن بن سليم غادر بالسلامات، غادر بالسلامات. سلام سلام يا ابو سعيد، سلام لمحمد بن سعيد بن سليم الاشتبي على هذا الاداء الجميل، وسلام يا الهباب، سلام يا الهباب، سلام. اصعد الله مساءك يا ابو سعيد على فوز هملوله هملوله بالمركز الاول، طارت مع المركز الاول. تهانينا لمحمد بن سعيد بن سليم في شوط الصعوب، اول اشواط الصعوب يذهب مع ابو سعيد. سلام يا الاحباب، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني متابعين الكرام ثمينة علي بن راشد بن مرخان وصل مع المركز الثاني، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الفائزة علي بن عتيج بن علي بن راشد يشتبي. التوقيت الزمني دقيقتين و11 ثانية. تهانينا لمالك هملولة محمد بن سعيد بن سليم الاشتبي، وسلام يا ابو سعيد، سلام.